بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكلم على غسالة التلاجة اللي هي ال LG. طبعا فيها مشكلة ان هي التبريد بتاعها تحت ضعيف، وتقريبا فيها سدة في الصرف بتاعها. دي التلاجة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وده الموديل بتاعها، ده الموديل بتاع التلاجة. طبعا زي ما احنا شايفين كده، ان فتحت الهواية اللي قدامها اهيت، اللي هنا ايه، حواوشي في قلب التلاجة اهو. ده كله خرفات عيش، المنظر عامل ازاي. طبعا ده كله اصلا بيسبب عدم، بيعمل مشكلة في التبريد عندي، عدم تبريد تحت. زي طبعا احنا هننضف الكلام ده كله، بس انا بنتنا كويسة مفيهاش اي حاجة، بس هي المشكلة كلها في خرفات العيش. وعندي برضو الماتور والكوندنسر من ورا، الكوندنسر كله تراب، هننضفه برضو ان شاء الله. ده الكوندنسر بتاعنا، طبعا التراب عامل ازاي، والمروحة برضو عليها تراب، وده الموتور بتاعنا برضو كله تراب. طبعا الكلام ده كله احنا ايه، هنحاول هنغسل الكوندنسر ده وهننضفه كويس، والمروحة برضو هنزيتها، والموتور هننضفه عشان ايه، يساعد على ان التبريد التلاجة يبقى كويس. طبعا التلاجة لازم تتحط في مكان يكون فيه تهوية، لان حر مع التراب ده كده هيساعد على عدم التبريد. طبعا جبت فرشة الأسنان اهي، هنبدأ بقى ايه، نفك الرواسب اللي هي التقيلة دي لفرشة الأسنان، وبعد كده نحط عليها مية. كل ده كده هنحط عليه مية، بعدين هينزل كله في الصرف. زائد ان العيش وفرفات العيش والرواسب دي اصلا بتعمل بكتيريا في التلاجة، بكتيريا بتضر لنا الاكل بتاعنا اللي احنا بناكله. فالمفروض التلاجة دي بتبقى يعتبر يعني ايه، المفروض بتبقى هي انضف حاجة عندنا في البيت. طبعا الكلام ده كله ست البيت ما بتوصلوش، لان طبعا ده كله مستخبي تحت، بس السبب برضو هي ست البيت، يعني لان هي اللي بتاخد العيش والكيس مفتوح في قلب الفريزر. فرقة العيش تقيلة ازاي، زائد رواسب بقى، عصاير، دم اللحوم، هنبدأ نكب مية. يفضل انها تبقى مية دافية او مية سخنة عشان تفور الكلام ده كله. طبعا اول ما نكب المية التلاجة نورت ازاي؟ كنا بنكب مية، الدنيا بتروق. ده كله نزل على الصرف ورا. طبعا في ملحوظة هنا لاحظناها دلوقتي، في كيس اهو، كيس طالع لي من قلب الكابينة، من تحت باب الكابينة. طبعا الكيس ده اصلا بيساعد على ان يطلع تبريد بره ويدخل سخونة جوه، يخش لي هواء سخن جوه، يبدأ يعمل لي تكثيف تلج، يعمل لي برضه مشاكل في التبريد زي ان هو بيجهد الموتور. فنخلي بالنا من الحاجات اللي زي دي. طبعا التلاجة بتكركر دلوقتي، السلف فتح. يا ريت ما نبقاش نسحم التلاجة اكل، نخلي التلاجة ده تقريبا في شوارع كده في قلب التلاجة، ما نبقاش نملاها على اخرها، وما نشيلش الرف اللي في قلب التلاجة، لان الرف ده في الغالب برضو هنا عندنا في مصر بيحبوا يشيلوا الرف، يقولك عشان نكبس التلاجة، وده اكبر غلط. خواجة عمل الرف ده عشان يبقى فيه تهوية في التلاجة، فلازم في شوارع ما بين حاجه وبعضها عشان يدينا نتيجه تبريد كويس، بالذات في الصيف هيبقى حر وضغط على التلاجه، الاتنين مع بعض يأثروا على التبريد.
يعني بدل ما نجيب حاجة الشهر نحطها في التلاجة نجيب حاجة الأسبوع. طبعا الكركرة دي كلها من الصرف فتح. طبعا النظافة دي كده بتفوق التلاجة. بعد ما نخلص المية السخنة بنحط مية برد عادي مفيش أي مشكلة، يبقى نظافة بقى. اطراف في الشارع تعالى كده احنا ايه بنبدأ بقى نكب المية اهيت. كده الصرف بتاعنا سلك خالص والتلاجة بتاعتنا نورت اهيت. طبعا كان الأول كانت مظلمة من الرواسب، كده ما شاء الله ايه فتحت خالص يعني. ماشي كده هنبدأ نخش على مين؟ على الكوندنسر. طبعا فيه قطعة هنا اللي هي بتاعة التهوية من هنا هنركبها دلوقتي، طبعا احنا بنغسلها وبعد كده هنركبها. كده ايه احنا غسلنا القطعة ديت اهيت، هنبدأ بقى نركبها في مكانها. بتركب عادي خالص اهي، بتركب من قدام الأول زي ما احنا شايفين كده اهيت، بنركب من قدام الناحية التانية نفس القصة اهي، سهلة مفيش أي حاجة. ماشي وأبدأ أضغط على المنايم دي كده، هتذكر معايا برضه مفيش أي حاجة خالص اهي كده. طبعا في ناس ما شاء الله يعني ايه بيجوا يطلعوا دي بيقوموا شارخين الفريزر من هنا كده ويكسروا دي كمان، وبنلاقي ايه مواهب كده وراهم. الحاجة بسيطة خالص وسهلة، بس اتعامل معاها برفق يعني وبحكمة كده تبقى زي الفل. ماشي كده ايه تمام. دي القطعة اللي كان فيها الرواسب وقلب التلاجة نضفنا كويس. هنرجع بقى دلوقتي على مين؟ على مواسير الكوندنسر من ورا اللي جنب الموتور. ده الكوندنسر اهوت، والتراب زي ما احنا شايفين عامل ازاي، يعني منظر رهيب. طبعا ده كله يأثر على التبريد وبالذات في الحر كمان. وطبعا فرافيت العيش نزلت عندي اهي تحت مع المية اللي احنا بنكبها في الفريزر دلوقتي. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ نجيب كوباية مية كده ونبدأ بقى نطشها في مواسير الكوندنسر. ماشي واحدة واحدة كده. أهم حاجة نبعد عن كهرباء الموتور وكهرباء المروحة، الاتنين دول أي كهرباء ما نجيبش عندها مية. شغل كله مع ايه؟ مع مواسير الكوندنسر زي ما احنا شايفين كده. الموضوع بسيط بس لو اتعاملت معاه بغشم هبوظ الدنيا. فرافيت العيش حتى عمال تطلع من قلب الطبق، الآثار القديمة زي الريدر بتاع العربية برضه كل فترة كده يكب عليهم مية عشان يبردوه، نفس القصة. طبعا لما تعملوا كده التلاجة هتتعبكم. هنجيب بقى سفنجة بعد كده ونبدأ بقى نشيل نمسح التراب اللي على المروحة ونمسح التراب اللي على الموتور ونزيت المروحة بتاعتها. طبعا الموديل ده جي ان اصلا، ده الموديل بتاعنا هو ده جي ان بي 622. التراب عامل ازاي والمروحة تربط عليها عامل ازاي. طبعا احنا فوقنا المواسير الكوندنسر رايقة اهيت. طبعا احنا كده غسلنا الكوندنسر اهوت ومسحنا الايه المروحة، هنبدأ بقى نزيتها والموتور يعني كده الدنيا بقت تمام اهي. الكوندنسر بقى تمام والمروحة اهيت والموتور. طبعا زي ما احنا شايفين المية طالعة لونها عامل ازاي من التلاجة. كده نشغل التلاجة طبعا بعد ايه ساعتين ولا حاجة بعد النظافة دي، يعني ما يكون صفت خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.